بالله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الوزير سيد الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية إليزي، السادة والسيدات الحضور، الوفد مرافق سيد المدير العام للغابات، السادة والسيدات المرافقين للوزير، إقامة طيبة إن شاء الله. مؤسسة جهوي الهندة السالفية مؤسسة كما نعلم مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. الهيكل الإداري للمؤسسة، المديرية العامة للمؤسسة تتمركز في ولاية بدنة، لديها 4 مديريات مركزية: خلية التدقيق والتركيب، مديرية إنتاج وتحويل الخشب، مديرية سير المشاتل، 27 وحدة إنتاج وإنجاز، من بينها وحدة إليزي التي هي جديدة التأسيس ما لا يفوق العام. تسعى منطقة 10 ولايات ابتداء من بدنة تصل إلى ولاية إليزي. مختلف النشاطات والخدمات التي تعرضها المؤسسة: إنتاج الشتلات الغابية المثمرة ونباتات الزينة بالإضافة لأشغال تشجيرية، أشغال الموارد المائية حفر الآبار، إنشاء السدود والأحواض، الأشغال الغابية إزالة الأعشاب الضارة، تنظيف المجمعات الغابية، أشغال التهيئة الحضارية والعمرانية، طاقة شمسية، عدد السير الموضح في الصورة. المشاريع المنجزة في ولاية إليزي، نحطكم علما أن حاليا ولاية إليزي المشروع تاع المؤسسة. المشاريع المنجزة عبر مختلف الولايات: أشغال الموارد المائية، أشغال غابية للكوراكسيون تورونسيال، لميزون دي فون، ليزوفرتور دي بيست، التشجير، تحويل البدو الروحي بالإنارة الشمسية، فرع الرجب، الفلين. مشاريع في طور الإنجاز في ولاية إليزي: أشغال التهيئة والمساحات الخضراء مع إنجاز بئر وتجهيزه بالطاقة الشمسية في بلدية إليزي، أشغال التهيئة والمساحات الخضراء أمام منطقة الاستثمار، أشغال التهيئة والمساحات الخضراء أمام معهد التكوين المهني. البرنامج المسطر والآفاق المستهدفة لخماسية 2019-2023: توفير مناصب عمل لشباب الولاية ما يفوق 80 فرصة عمل بغية امتصاص البطالة، إبرام اتفاقية بين المؤسسة والبلديات عبر الولاية وذلك لصيانة المساحات الخضراء، إنشاء مجال تطبيقي من أجل متربصي مراكز تكوين مهني تخصص بستنة وذلك عبر إبرام اتفاقية بين المؤسسة ومديرية التمهيد.